السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل شوية مسائل، يعني حاجات مراجعة قوانين مع مراجعة أسس تفكير الفيزياء، الباب الأول والباب الثاني إن شاء الله. أساسيات سهلة كده وجميلة، نفكر يلا مع بعض. أولا بيقول لي عنوان السؤال: أزهر وتربية وتعليم ونظام حديث والعامل وأبناؤنا في الخارج. بس قبل ما أبدأ برضه هفكركم اللي ما اشتركش معانا في قناتنا يشترك. مصطفى رجب خبير العلوم، نضغط على الإيه، على الجرس، ونختار الكل عشان يوصل لنا كل جديد. نبدأ على طول إن شاء الله عشان ما نضيعش الوقت. وضح بالرسم، ده العنوان، بين قوسين ماذا يحدث في نفس الايه، المنوال او نفس الكلام. يعني ايه؟ يعني ممكن في سؤال في وضح بالرسم الاساس، خلاص. ماذا يحدث؟ ده من داخل الاسئلة. هنا تتبع المسار برضو من داخل الاسئلة. نبدأ رقم واحد عشان نفهم انا بقول ايه. المثلث القائم الزاوية والزوايا، طبعا ده منشور زجاجي. المنشور زجاجي 45، دي زاوية الرأس، وهنا الزاوية التانية برضو 45. طالما هو قائم الزاوية، المثلث دي له مميزات جميلة جدا، نبدأ نشوفها مع بعض. بيقول لي ماذا يحدث، شوف السؤال بقى، إذا سقط، تتبع المسار، إذا سقط شعاع بهذه الطريقة إيه اللي هيحصل؟ بصوا كده، يسير على استقامته، تمام كده؟ نعمل عمود مقاوم، طريقة الحل على طول هي عشان الوقت. يبقى ده مشى على استقامته، تمام. عمود مقاوم ليه؟ عشان أشوف زاوية السقوط. هي فين زاوية السقوط يا مستر؟ أنا عندي دي زاوية قائمة، الزاوية دي قائمة. هنا 45، يبقى هنا 45، دي مش زاوية سقوط يا مستر. 45 اهي زاوية السقوط، هنا اهو 45. ايه اللي يحصل لما يكون زاوية السقوط اكبر من الزاوية الحرجة؟ الزاوية الحرجة معروفة ان هي 41.8، 41.8 او 42، خلاص دي اسمها زاوية الانحراف. طب الزاوية لما تبقى اكبر من زاوية الانحراف يحدث انعكاس كلي. لما يحدث انعكاس كلي، اذا سيسقط ايه؟ هذا الشعاع عمودي. يبقى دي 45 اهيت، خلاص زاوية السقوط بتساوي زاوية ايه؟ الانعكاس. كده رقم واحد خلاص. تعالوا المسألة رقم اتنين عشان برضو ما نغلطش فيها، لان ديت بعض طلبة يقول نحسب دي نطرحها 180. لا، ابدأ على طول عمود مقام منها، ابدأ عمود مقام. عمود مقام الزاوية دي اصبحت كام؟ 90، تمام. هنطرح 140، 140 ناقص 90 تساوي كام يا مستر؟ 50. يعني ايه ان هي الزاوية اللي هتساوي 50؟ زاوية السقوط، خلاص. وقال لي انا عاوز زاوية الانعكاس، طبعا شيء طبيعي زاوية السقوط لازم تساوي زاوية ايه؟ الانعكاس، حسب القانون الاول للانعكاس، تمام كده خلاص. تعالوا بقى المسألة الجميلة التانية ديت، اعطيني زمن نص اهتزازة، نص اهتزازة كاملة. يبقى اكتبها له كده اهو، زمن نص اهتزازة. طب انت عايز زمن نص اهتزازة؟ لا، ده هو اللي اعطاها لي يعني. اعطاها لي ايه؟ 5/10 ثانية. طب انا عايز زمن اهتزازة كاملة، زمن اهتزازة كاملة اجيبها ازاي؟ اضرب في 2، يبقى الوقت هنا اهو 5/10 في 2، يبقى الوقت الاتنين في 5/10، 10/10 من غير آلة حاسبة، يعني واحد ايه؟ ثانية، واحد ثانية. يبقى هو طالب مني ايه؟ طالب التردد، مش طالب الايه؟ الزمن الدوري. طيب انا لما جبت زمن اهتزازه كامله، يعني الزمن الدوري يا جماعه، ركز كده، زمن اهتزازه كامله هو الزمن ايه؟ الدوري، يعني حرف تي كابيتال. طب انا عاوز التردد معكوس الزمن الدوري النيو، يبقى يساوي 1/t. طيب يا استاذ التي ما طلعت لي 1، تمام، يبقى التردد ايه؟ 1 هرتز كده، او اتش زد. ركزوا، مسائل حلوه، انا بجري شويه بس عشان الوقت، عشان ما حدش ايه يقول الفيديو طويل يا استاذ. رقم أربعة، مسائل حلوة جميلة فيها أفكار. ثانوي عام أزهر، أي حاجة ممكن يقول لي تخير. كلمة تخير يا جماعة بتبقى أطول وأصعب من حل المسائل العادية، خلاص. تعالوا بقى هنا عمود مقام أهو، وده عمود مقام. أنا عامل إيه دلوقتي؟ هل دي زاوية لها اسم؟ لا، الزاوية اللي لها اسم التاني. طب فرقت يا أستاذ؟ أه. طب دي عطاها لي 40، يبقى دي كام؟ 50. يا أستاذ إزاي؟ ما مجموعهم لازم يكون إيه؟ 90. كون الزاوية دي 50 أكبر من الزاوية الحرجة سيحدث انعكاس كلي. ركزوا يا أولاد، سطح فاصل أهو، خلاص. يبقى دي إيه؟ 50 كده، تمام وزي الفل. يبقى الوقت حدث إيه؟ انعكاس كلي.
يبقى بيقول لي تتبع المسار، هقول له اهو حدث انعكاس كلي، لو طلب مني زاوية الانعكاس بتبقى 50، زاوية سقوط ايه؟ 50. تعالوا هنا بقى كده اكمل الرسم. اكمل الرسم ده ضوء ابيض ومنشور، لازم نرسم الرسمة ده، هي لازم تتفهم اهي. شعاع سقط وقال لي ضوء ابيض، ضوء ابيض يعني خنقني في زن في ايه، خانة اليك زي ما بيقولوا الناس العادية. يعني ايه يا مستر؟ هل دي زاوية سقوط؟ لا، زاوية السقوط اهي، يبقى ده زاوية ايه؟ السقوط. اه طب انا عاوز ايه من زاوية السقوط؟ مش عاوز منها حاجة، زاوية سقوط. هو جاب لي سيرة الضوء الأبيض، يبقى دي رسمة تحليل الضوء إلى 7 ألوان. هو أنت بتنجم يا أستاذ ولا حافظ وبتكتب وخلاص؟ لا، ده قال لي ضوء أبيض، ما قاليش ضوء أحادي الإيه اللون ولا حاجة، لا ضوء أبيض. إذا بيتفكك، بصوا كده الشعاع يسقط كده المفروض في مسار في خط مستقيم، لا بينكسر اهو، بينكسر ايه؟ مقترب ولا مبتعد؟ مقترب من العمود، لانه من هواء الى ازاز، ركزوا في الكلام، نقول اكتر من حته في جزئيه واحده. طيب سقط كده، عمود مقام بسرعه اهو، خلاص المفروض يسير في خط مستقيم من اكبر كثافه لاقل، مبتعدا مبتعدا قوانين. طب انت عاوز تقول ايه يا استاذ؟ ما حدث هيحدث هنا في ال6 ألوان التانيين، ادي التانية ادي التالتة ادي الرابعة ادي الخامسة ادي الستة ادي السابعة، وحذاري ان اجي اقترب من القاعدة دي، ولازم النقطة واحدة. طب لما نيجي نخرج عمود مقام ينكسر، عمود مقام كل واحدة كده يا مستر. اه بس بالخبرة بقى تعملوها وتعملوها كويس اهو، يبقى كده اهو على طول اهو، يبقى الوقت هنا هوت ايه كده على طول مباشر اهو، خلاص يبقى في الحالة دهيت عملنا ايه الرسمة وخلصناها كده تمام بالنسبة للجزئية دي. طيب عاوزين نقول ايه تاني بقى؟ نبدأ المسألة اللي بعدها. يبقى انا رسمت الأشعة، رسمت الأشعة وبيقول لي ماذا يحدث؟ هنقول يتكون 7 ألوان، يتكون 7 ألوان اللي احنا بنسميهم ألوان ايه؟ الطيف. خلاص نكتبهم بالترتيب، اه أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسجي، الكلام ده مهم يا مستر جدا. خلاص يبقى دي رقم ايه؟ 5. نيجي رقم 6، مشي امورك معايا بسرعه عشان الوقت. تتبع مسار، طبعا هنا جايب لي زاويه يبقى فيه كلام، ما جاب لي الزاويه يبقى مساله عاديه خالص. تمام، جاب لي هنا 40، هل دي زاويه سقوط؟ لا طبعا، زاويه سقوط هتبقى 40. 40 يعني ايه يا استاذ؟ يعني اقل من الزاويه الحرجه، احنا قلنا اقل حاجه في الزاويه الحرجه 41.8، يبقى 40 هنطبق عليها قانون الانكسار العادي. شعاع يسير في خط مستقيم؟ لا، ينكسر من اكبر كثافه لاقل كثافه مبتعدا عن العمود المقام، يعني دي الاجابه. خلاص تعالوا هنا بقى كده نفس المنشور اللي فوق بالظبط اهو، ولكن هنا كان على احد الاضلاع، هنا لا على الوتر، هنا على الوتر بقى لها شغل تاني. نمشي يلا مع بعض، يسقط يسير على استقامته اهو، اتفضل يا استاذ. طب انا عملت ايه دلوقتي؟ دي زاويه قايمه تمام، والزاويه دي 45 تمام. الشعاع سقط كده على احد اوجه المنشور، خلاص هل دي زاويه قايمه؟ هل ديت زاويه حرجه ولا اكبر من حرجه ولا زاويه سقوط او انكسار؟ لا، الزاويه المطلوبه عندي ايه؟ اللي اسمها زاويه ايه؟ الانكسار. خلاص يبقى الوقت هنا هو دي 45، اتوقع ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ هينعكس انعكاس كلي لانها اكبر من ايه؟ من الزاويه الحرج اهو. تمام، يبقى هنا عمود مقام اه، المفروض ايه؟ 45، ودي 45، ودي 45، اكبر من الزاويه الحرجه اه. بص هتخرج ازاي؟ عمودي، يبقى تخرج عمودي مرتين، ادي واحده ودي واحده اهي، يبقى المسار هنا هو 180 ايه درجه، امال كان هنا 90 درجه بس. بصوا الفرق يا جماعه، لان الكلام ده مذكور عندنا في الكتاب ومهم جدا جدا جدا. طيب نيجي رقم 8، شعاع سقط من هواء الى ماء وما فيش زوايا، يبقى مطبق الايه الانكسار العادي. يعني ايه يا مستر؟ يعني يسير في خط مستقيم، يا ترى هيقرب ولا يبعد؟ شيء طبيعي هيقرب، ليه؟ لان في قاعده من اقل فاقف اهي، يقترب من العمود المقام، العمود اهو، يبقى الزاويه بدل ما يسير في خط مستقيم كده، بدل ما يبعد لا هيقرب منين؟ من العمود ايه؟
المقام. طيب الشعاع رقم 9 سقط عموديا، خلاص ايه اللي هيحصل؟ ينعكس على نفسه، لان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس بتساوي صفر. تعالوا هنا المساله دي قمه وقاع. ما يجي لي اي مساله في الامواج قمه وقاع، ادي موجه ونص موجه ونص، يبقى لان انا عندي طلعت كام؟ 1.5 موجه. تمام، الزمن اللي عطوه لي بتاع الموجه ونص ده هو التايم بيساوي كام؟ 0.5 اللي هو 5/10. طب هو طالب مني مين؟ الزمن الدوري. عايزين نحط قاعده كده مع بعض، لو طلب التردد هقول ان على تي، طب لو طلب تي، طب ما انا اقول له تي على ان. ينفع يا مستر؟ اه، ما معكوس التردد. يبقى انا عندي الزمن 5/10، 5/10 على مين؟ على 1.5، على 1.5. نطلع الناتج كده ضرب ببسط مقام في 10، يبقى 5/15. 5/15 فيها كام؟ تلت. تلت ايه؟ ثانيه، لان طالب الزمن ايه؟ الدوري. نيجي المسألة اللي ما فيهاش ضوء أحادي، عمل لي شعاع وخلاص، ما قاليش ضوء أبيض، سيبها كده عادية، إيه هعمل فيها إيه؟ طالب مني سؤال، تتبع المسار للحصول على زاوية الانحراف. فاكرين زاوية الانحراف دي إزاي؟ هي الزاوية الحادة المحصورة بين امتداد الشعاع الساقط وامتداد الشعاع الخارج من المنشور. طب فين يا أستاذ الامتداد؟ اعمل عمود مقاوم، طبق القاعدة اللي إحنا عارفينها، من أقل اللي هو الهواء الى اكبر اللي هو الزجاج، المفروض يسير في خط مستقيم. تمام، لا سينكسر مقتربا، قوانين ما فيهاش هزار. طيب عمود مقاوم، تمام، المفروض يسير في خط مستقيم، المفروض يسير في خط مستقيم، لا طبعا، لانه انتقل من وسط اكبر لاقل، يبقى ينكسر ايه؟ مبتعدا. ينكسر ايه؟ مبتعدا. القوانين دي نركز فيها شويه. طب هو طالب مني ايه؟ تتبع المسار للحصول على مين؟ زاويه الانحراف. ايه هي زاويه الانحراف؟ هي الزاوية الحادة المحصورة بين امتداد الشعاع الساقط وامتداد الشعاع الخارج من ايه؟ من المنشور. يبقى الزاوية الحادة ده ايه؟ الزاوية الحادة عشان ما حدش يتلخبط فيها، الزاوية الصغيرة خالص ده ايه؟ امتداد الشعاع الساقط وامتداد الشعاع الخارج من ايه؟ من المنشور. تعالوا بيقول لي تتبع المسار، ما جابليش سيرة زوايا ولا أي حاجة خالص، الأمور عادية، سطح فاصل وعمود وهواء ومية. أطبق القانون؟ أه، شعاع يسير في خط مستقيم هو المفروض، لكن مش هيحصل، لان فيه ايه؟ وسط، حد فاصل، سطح فاصل. تمام، فيه ميه وفيه هواء، يبقى من اكبر كثافه لاقل كثافه المفروض مقتربا ولا مبتعدا؟ مبتعدا، اساسيات في الفيزياء. تيجي لرقم 13. رقم 13 نظامها ايه؟ بصوا، في قاعده بعملها حتى اثناء الشرح، ان انا بعمل دوائر كده، ده تضاغط ده تخلخل، سهله جدا اهي، تضاغط تخلخل، يبقى انا كده اعرف اعد كم موجه عندي. نعد كده مع بعض، تضاغط وتخلخل ادي 1، تضاغط وتخلخل ادي 2.5، يبقى الوقت هوت عدد الموجات كام؟ 2.5، 2.5، اه 2.5 موج. طيب الزمن عطهولي، الزمن اللي هو التايم سمول اهو، تايم سمول تي، ما اكتبش تي كابيتال، 0.5. بيقول لي احسب التردد واحسب ايه؟ الطول، الزمن الدوري. طب التردد بيساوي ايه اساسا؟ بيساوي الان على مين؟ على التي. احسب على طول، يلا يا مستر. يبقى الوقت هنا الان 2.5، 2.5 هقسمها على ايه؟ نص. اضرب بسط مقام في 10، يبقى 25 على 5، فكام يا جماعه؟ فال 5 هرتز، 5 ايه؟ هرتز. طب الزمن الدوري بيساوي على طول 1 على ايه؟ التردد. طب ما التردد طلع لي 5، يبقى 1 على 5. اسيبها كده؟ الفيزياء لا، الفيزياء مش عايزه كده، يبقى تساوي كام؟ 2/10 على طول، 2/10 ايه؟ ثانية. تعالوا بقى رقم 14. انا عندي بندول بسيط واعطيلك زمن الايه؟ ربع دوره. زمن ربع دوره عشان اجيب الزمن الدوري هجيب زمن اهتزازه كامله، يبقى الوقت نحل دي في الورقه هنا، هقول له زمن اهتزازه كامله. زمن اهتزازه كامله هتساوي ايه؟ واعطيلي زمن ربع ايه؟ اهتزاز. يبقى الوقت هقول له النص دهيت هضربها في ايه؟ في 4. يبقى نص في 4 بكام؟ ب2 ثانية. ما معنى زمن اهتزاز كاملة؟ معناها الزمن الدوري. يبقى كأني جبت بالظبط الزمن الدوري اللي هي تي كابيتال الوقت. هل هو طالبها في المسألة؟ اه، طالب الزمن الدوري، يبقى الزمن الدوري كام؟ 2 ثانية. طب طالب التردد النيو، هجيب التردد ازاي او النيو ازاي؟ هقول له 1 على الزمن الدوري، 1 على تي،
يعني ايه بتساوي ايه؟ بتساوي 1/2 هرتز، يعني نص. خلاص يبقى 5/10 ايه هرتز، ودي الاجابة بتاع رقم 14. نيجي رقم 15، مسألة عادية خالص. شعاع سقط بس ضحك عليا وما جاب ليش زاوية سقوط، جاب لي زاوية محصورة بين السطح العاكس وايه والشعاع الساقط، طالب مني زاوية الانعكاس. طبعا 30 المتممة بتاعتها كام؟ 60 عشان تبقى 90. يبقى زاوية السقوط عندي كام؟ زاوية السقوط طلعت 60. طب هو طالب زاوية الانعكاس، اتفضل يا استاذ ادي زاوية الانعكاس، يبقى دي ايه 60، هعملها بالعربي اهو عشان نعكس. يبقى دي زاوية سقوط اللي هي 60 بالانجليزي، 60 بالعربي طلعت لي كام؟ زاوية الانعكاس. خلاص ده كان اخر حاجة في حلقة النهاردة. يا ريت نراجع القوانين ديت، ورقة شاملة فيها قوانين سهلة، وحاطط لكم على كل حاجة السؤال بتاعتها، حاجات سهلة للأزهر للتربية والتعليم لأبنائنا في الخارج. خلاص هنقول تربية وتعليم لازم اختيارات ومش اختيارات، حط أسئلة اختيارات. هي هي أنا طلب منك زاوية الانعكاس، هقول لك زاوية الانعكاس بتساوي كام؟ 60 ولا 30 ولا 20 ولا 40؟ ما هي هي نفس الكلام يا جماعة، عشان إيه ما نضحكش على بعض في الأسئلة. خلاص مستر مصطفى رجب يحييكم، مدينة دمياط الجديدة، وانتظرونا إن شاء الله حلقة مراجعة جميلة بإذن الله في الفيزياء قريبا، والكيمياء إن شاء الله النهاردة احتمال برضه مسائل حلوة في الكيمياء بإذن الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.